كل العزاء العائلة الإعلامية، لأنها فقدت واحد من الأسماء الرائدة في التلفزيون، في عالم الصحافة. شاءت الأقدار أن يموت في هذه الذكرى الدينية. الله بغاه ده. حتى واحد قليل اللي كان عارف بأن إدريس وهاب راه نزيل في المستشفى ديال سيدي عثمان. حنا كنمروا يوميا من حدا المستشفى ولم يخطر ببالنا أن كان إدريس بغي يعيش المرض ديالو، يعيش الألم ديالو بوحدو. إدريس اللي عرفناه إنسان كيبقى بعيد دائما على الأضواء. إدريس ماشي من الطينة ديال هذوك الصحفيين اللي دائما كيبغيو تسلط عليهم الأضواء. إدريس عاش واحد الحياة ما بعد المغادرة الطوعية من دوزام، كان حريص على أنه يبقى مكون ديال الأجيال. بزاف ديال الصحفيين اللي كيشتغلوا الآن في الصحافة، ماشي غير الرياضية، الصحافة بصفة عامة، تلمدوا على يدو. كان عنده واحد العبور ايضا في راديو دوزام. إدريس كان كيعيش حياته دائما بسهوله ببساطه، ما كانش كيسعى للثراء. كان يؤمن بان هذه الدنيا ستنسحب يوما وستسحب معها كل من عليها، وكل من عليها فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. تعازينا الحاره في هذا الفقيد اللي فقدناه احنا كصحافه رياضيه، وخاصه انه كان كينتمي معنا للجسم الصحفي، كان كينتمي معنا للجمعيه المغربيه للاعلاميين الرياضيين، وعاش معنا مجموعه من المواقف التي تسجل. انا المرحوم كان عندي اخر مره في الوفاه ديال الوالد ديالو. توفى الوالد ديالو هذه 5 شهور. الوالد ديالو هو ولد مبروكه، كان دائما كيتكلم لنا على الوالد ديالو. الوالد ديالو كان باش نعرفوا الوالد ديالو لعب دور في بناء الشخصيه ديال 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 إدريس. الوالد ديالو الدراري اللي قراب ليه، حسن فتيح، مصطفى طلال، عائله طلال اللي قراب ليه اكثر، كيعرفوا بان الوالد ديال سميتو كان صعيب، وصعيب بزاف. كان لدرجه انه كان مسطر واحد البرنامج صارم لولاده، والنتيجة أن الأبناء ديالو كلهم تفوقوا في مناحي الحياة. وكان دائما كيبغي يتكلم على الوالد ديالو في علاقته معه، يعني التربية الصارمة ديال الوالد ديالو، الخوف من الوالد ديالو، الرعب من الوالد. وكان ولكن حسب الرواية كان حياء ذوك الآباء المغاربة اللي كنا كنعرفوا، وكان حريص على أن ابن ديالو يكون كيقرأ قراية ما خيا هذا ما فيها شيء حاجه اخرى. الاكثر من ذلك وحسب الروايات اللي سمعت غير من هنا، هو ان الحاله الصحيه ديالو تدهورات بعد الوفاه ديال الوالد ديالو، تدهورات بشكل كبير. هذا كياكد المكانه ديال الوالد ديالو، في عنده واحد المكانه خاصه في وجدان الفقيد ديالنا إدريس وهاب، اللي كيستحق منا واحد الوقفه، كيستحق منا واحد الاعتراف، كيستحق منا واحد تأبين ولو عن بعد. وندعيو ليه حنا في هذا النهار ديال العيد، الله بغاه في هذا النهار. وهذا واحد من الامور ذكرى عزيزه على نفوس المسلمين. ونتمنوا ان الخلف ديالو سعد يشق نفس الطريق ديال باه، لان خلى 2 وليدات. نتمنوا ان الام، ولا انا على يقين ان الام غادي تكافح مسكينه. كان عندها واحد الراجل اللي بزاف الحوايج كيهنى منها. الان هي غادي تدخل هي الغمار ديال الحياه. نتمنوا ان توفق، الله يحفظه من ضمه القبر، اللهم يا رب اجعله من اهل الجنه، اللهم ربي اجره من النار وادخله الجنه يا ارحم الراحمين، اللهم حرم جسده ووجهه على النار، اللهم اكرم متواه، اللهم ثبته عن السؤال، اللهم ابدله دارا خير من داره، واهلا خير من اهله، وجيرانا خير من جيرانه، اللهم ارحمه وارحم جميع اموات المسلمين، اللهم اسقيه من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها ابدا، اللهم يا رب اجعله تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلك يا ارحم الراحمين، اللهم يا رب وسع مدخله، اللهم احفظه من ضمة القبور، اللهم ارحم ابي واغفر له، ان لله وانا اليه راجعون. الكلمة اللي بغيت نقول، الله يرحم لكم الوالدين،
الجميع المغاربه وجميع الجميع الناس كلهم. كورونا راها كاينه، كورونا راها موجوده، كورونا راه كتحصد فينا بالواحد بالواحد، كورونا راه كتدي فينا بالواحد بالواحد. كورونا دات الحباب ودات العزاز ودات الغاليين، كورونا دات حبيبي خويا ادريس اهاب ومن لا يعرفوه، الصحفي المرموز، الاخلاق الطيبه، الروح الطيبه، ادريس اهاب ومن لا يعرفوه، الاب الحنون من بعد الاب ديالي، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يخليكم احتفظوا، الله يخليكم احتفظوا، اللهم خذوا احترازات، تباعد، بركه من العناق، بركه من البوسان، اللي حبيب راه حبيب، اللي عزيز راه عزيز، راه كلشي في القلب، الله يخليكم، ديروا احترازات، ديروا التباعد، ديروا الكمامات، ديروا الجميع اكثر داكشي اللي كيقولوا لنا، راه اللي كيقولوا لنا في الاعلام راه قليل، زيدوا من عندكم. تهلاو في روسكم، تهلاو في الوالدين، تهلاو في الاولاد، حضيو روسكم، الله يرحم لكم الوالدين، واللي مريض الله يشافيه، واللي مريض الله يشافيه، واللي مريض الله يشافيه. فقدنا اب خو جوج خو اب البنتي جميع المواصفات فيه، مرضي مهدي، عزيز عليه العائله، عزيز عليه الحباب، عزيز عليه يصدق، عزيز عليه يعطي، عزيز عليه جميع الحاجات عزيزه عليه. الله يرحمه، خدم بالصفا والنيه في الدوزام، عمر حاجه خايبه ما 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 دارها في الدوزام، حتى نهار خرج بكرامته، حتى نهار خرج بالكرامه ديالو. الوالدين ديالو احسن معزه، ما عمرني شفت شي واحد مرضي بحال سي ادريس، ما عمرني شفت شي واحد بحاله، لا ما شافهمش نهار بحال لا ما شافهمش شهر. ملي مات باه قال لي، ملي عليه جا للسبيطار قال لي انا مني توفى الوالد راني غندخل السبيطار موحى نخرج منه، متوفى الوالد راني غنتبعو. عنده وليدات والله يقوي مرته عليهم، الله يجعل سيدي ربي يصبرهم، الله يجعل ربي يصبرهم. ما عمره 14 عام باش تناسبنا، عمر كلمه الخايبه ما سمعناها منه، ديما كي معانا كي مع البراني كي مع الشكير، ما عمرني تنسى بحالهم، وهو كذلك المثال. وكنشكر الدكتوره اللي سهرت عليه رشايدي، كنشكرها، مدير المستشفى، الناس المسؤولين، جابوا لنا موسيه جديده، جابوا الحوايج جداد، الملاية، كل شيء جديد، كنشكرهم، داروا جميع المستحيل. ويني الغلبه من عدل، ما داروش، ما نقولش لك اللي داروا لي انا، راه خمس ايام وحنا هنا من الصباح حتى لسته العشيه عاد كنمشيو، ما نقولش لك هذيك السيده، ما نقولش لك، الله يرحمه، الله يوسع عليه. وانا كنشكركم. شهيد ان شاء الله، يا ربي يكون شهيد ان شاء الله، يا ربي يكون شهيد، يا ربي يكون شهيد. لا اله الا الله محمد رسول الله، لله ما عطاو لله ما اخذوا، لنا لله وانا اليه راجعون. دابا كتعرفي بان الاغلبيه ديال الاخوان ديالنا الصحفيين كلهم تقريبا لا ديال القناه ولا غير القناه، كلهم كانوا محتاجين انهم يجيو، الا انه ما كاين دابا الشيء ديال الحجر الصحي، وكان التعليمات ديال في اطار هاد التدابير الصحيه كان كيقول لك بانه ما يخصش يفوتوا 10 الناس. دونك الاغلبيه ديال الاخوان كلهم مساكن كيعيطوا في التليفون باغيين يحضروا، ما نقدرش نقول لك شحال ديال المئات ديال عباد الله ملي ساقوا الاخبار،
نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يرحمه. اللي المهم اللي يحضر الحمد لله، اللي يحضر راه نايب على الغائب، هذا هو الواقع. اللي يحضر راه نايب على الغائب. غادي ان شاء الله يديروا الخبر ديالو بعدا، اولا في القناه غادي يكون الخبر ان شاء الله دابا في الخبر. وفي نفس الوقت راه الاخوان ديالنا لا الاداره، انا متيقن بتمام التيقن بان لابد غادي يعاودوا يتواصلوا مع العائله، لان هذا الشيء جا هذا النهار، وهذا النهار كما كتعلموا نهار ديال العيد، كان عدد كبير ديال الناس اللي هما لحد الساعه باقي ما ساقوش اخبار. ولكن ان شاء الله ملي غادي يسيقوا الخبر غادي يقوموا باللازم، لان احنا المغاربه عارفين نفسنا بانه هذا الوقت هو فاش كنلقاو فيه حبابنا. هذا هو الواقع اختي العزيزه، هذا هو الواقع. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يجعل عليه الرحمه والمغفره، وهاد الناس مساكن اللي حضروا الله يعشر لهم خطواتهم، الله يكثر خيرهم. هادو الناس كلهم احبابهم، كلهم احباب ديالو، كلهم اصدقاء ديالو، باش ضروري يكون العدد كثير، لان الجائحه كتفرض علينا هاد الاجراءات. ولكن الحمد لله من اللي حاضرين هاد الناس راهما نابوا على المغاربه كاملين. هذا محبه واحترام لهذا الرجل اللي كيستحق منا كل التقدير وكل الاحترام. غادي نقول لي غير انه نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يجد عليه بعد اول الرحمه والمغفره، وان شاء الله غادي يكون شهيد باذن الله سبحانه وتعالى. ونقولوا لي بانك ارتاح 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 اخويا ادريس، لانك الحمد لله عملتي غير الخير في هذا الشعب، وعملتي غير الخير في هاد ولاد الشعب. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ربي يجعلوا مع الشهداء والصالحين. وشكرا للقناه على التغطيه ديالها المميزه، وكنشكركم جزيل الشكر، والله يثبت لكم حتى نتوما الاجر، والله يجازيكم بخير على كاع الاعمال اللي كتعملوا. والشكر امتنان للاستاذ ادريس الشحتاني حتى هو كذلك المدير ديال القناه. شكرا.